هي القفشه بمناسبه زواجك اكيد كان نفسك والفريق كله يكون موجود نحتفل بقى بقفشه. يلا خد فرصة كويسة يعني استعجل شوية إن شاء الله يكون معانا أول ما ننزل بإذن الله. إحنا هنرجع يوم الأحد، مش عارف الكوتش والجهاز الفني هيبقى مدينا راحة لحد ولا لا. لو استمر، لو جينا يوم الاثنين إن شاء الله ولا ثلاثة هيكون معانا بإذن الله.